صباح الخير عليك يا دينا، وصباح الخير على كل مشاهدي. صباح الخير يا مصر في كل مكان. يعني لليوم الثاني على التوالي من بدء العام الدراسي الجديد، بنتابع معاكم سير العملية التعليمية في جميع المدارس، وطبعا الوقوف على آخر الإجراءات الاحترازية اللي موجودة داخل المدارس. احنا معاكم النهاردة من محافظة القاهرة، وتحديدا من مدرسة النيل الرسمية للغات بإدارة غرب القاهرة. النهاردة بنشهد جولة تفقدية للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في المدارس، استمرارا لجولاته اللي كانت موجودة من امبارح، طبعا الاطمئنان على وجود الإجراءات الاحترازية داخل المدارس. احنا بنتكلم في حوالي 5459 مدرسة داخل محافظة القاهرة، موجود فيهم حوالي 2.5 مليون طالب بيبدأوا العام الدراسي الجديد. الحقيقة محافظة القاهرة استعدت يعني قبل بدء الدراسة بجاهزية المدارس، وطبعا التشديد على جميع الجهات المختلفة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس المختلفة. خلينا نقرب أكتر من الإجراءات اللي بتتخذها محافظة القاهرة لضمان سلامة الطلاب من خلال لقائنا مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. صباح الخير على حضرتك، وطبعا يعني حابين نطمن من خلال جولة حضرتك النهاردة الوقوف على آخر الاستعدادات، مدى جاهزية المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية وخطة محافظة القاهرة لتأمين طبعا الأبناء في المدارس المختلفة. صباح الخير على سيادتك وعلى جميع السادة المشاهدين. طبعا في البداية بنقول لأولادنا الطلاب كل سنة وهم طيبين، وإن شاء الله عام دراسي سعيد وناجح للجميع بإذن الله. العام الدراسي طبعا السنة دي بيبدأ في ظل ظروف خاصة، وهي يعني جائحة كورونا. يعني كان محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة كان في إجراءات طبعا قبل بدء العام الدراسي، تم وضع خطة بحيث ان كل جهة هتنفذ خطتها ازاي بحيث يتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس. عندنا في القاهرة 5430 مدرسة، 2,500,000 طالب. بدأت الدراسة في بعض المدارس أمس، ولكن العدد الأكبر النهاردة. الحمد لله جميع الإجراءات في المدارس الاحترازية متخذة، من بداية من بوابة المدرسة في التعقيم، لطبعا ارتداء الكمامات، لتوافر جميع المستلزمات الطبية. أيضا التباعد داخل الفصول تم بحيث أن الكثافة الطلابية داخل كل فصل لا تتجاوز 17 طالب. في بعض المدارس طبعا في كثافات فيها، فبالتالي تم يعني التنسيق بحيث ان يبقى على فترتين بحيث وفي التزام بالاعداد. انا طبعا بشكر هنا يعني اولياء الامور على ان مفيش اي مخاوف، وجميع المدارس والطلاب موجود النهارده والعام الدراسي منتظم تماما. وانا بقول لهم مفيش اي مخاوف من اي شيء، لان الدوله اتخذت جميع الاجراءات من اجل صحه اولادنا. ان شاء الله يبقى عام دراسي يعني سعيد وهادئ، مفيش اي مشاكل خالص باذن الله. العمليه التعليميه احنا حريصين عليها، وزارة التربيه وزاره التربيه والتعليم كان في تنسيق بان هي قسمت طبعا الايام الدراسيه ما بين السنوات الدراسه بحيث ان جميع المناهج الدراسيه يبقى في التزام بيها. ان شاء الله العملية التعليمية مكتملة تماما. طبعا في التعليم الحديث يعني مطبق، يعني ان شاء الله ده هيسهل كتير جدا على ابنائنا الطلاب. يعني انا عايز اقول بس ان يعني برضو بشكر القائمين على العملية التعليمية ووزارة الصحة على حرصهم على تواجدهم في جميع المدارس واشرافهم، وان شاء الله كده يعني جميع الاجراءات الاحترازية مطبقة. اطمئنوا تماما، مفيش اي مشكلة، مفيش اي مخاوف من اي شيء، هيبقى عام دراسي ان شاء الله طيب على الجميع. الجزء الخاص بوزاره الصحه سياده المحافظ، يمكن في تنسيق بوجود غرفه عزل في كل مدرسه ووجود زائره صحيه، ماذا عن التنسيق اللي تم بين وزاره الصحه وكمان الجهات المعنيه من حيث يعني عمليه النظافه الخاصه بالمدارس والشوارع المحيطه كمان بالمدارس؟ طبعا هو يعني كل يعني هي كل جهه ليها دور،
بداية من محيط المدارس الخارجية، محافظة القاهرة بجميع أحيائها طبعا تم عمل اللازم من حيث رفع جميع الإشالات والنظافة في محيط المدارس. داخل المدرسة يعني وزارة التربية والتعليم طبعا التطهير والتعقيم مستمر منذ فترة، وبيتم يوميا عقب نهاية اليوم الدراسي ده على مدار إن شاء الله العام الدراسي بالكامل. بالنسبة لوزارة الصحة طبعا في دائرة صحية موجودة في كل مدرسة، في عدد من المدارس في طبيب يمر يوميا عليهم، في تنسيق مع جميع المستشفيات القريبة، في تعليمات، وفي طبعا تنسيق من الأجهزة لو في حالات اشتباه بيتم توجيهها لفين. أيضا لا قدر الله برضو هيئة الإسعاف لي خطة لها بحيث أنها موزعة يعني سيارتها على أماكن قريبة، إنما إن شاء الله مش هنحتاج لكل ده، احنا بنتكلم على الإجراءات بصفة عامة يعني. اللي هو خالد عبد العال محافظ القاهرة، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. يعني دينا دي كانت بالضبط يعني الإجراءات الخاصة بمحافظة القاهرة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتأمين الطلاب في المدارس. زي ما سيادة المحافظ وضح أن في إجراءات احترازية مطبقة في كل المدارس، بنتكلم طبعا عن يعني وجود الكمامات، ارتداء الكمامات، قياس طبعا درجات الحرارة الخاصة بكل طالب وطالبة بيدخلوا المدرسة. الحقيقة فيك يعني التواجد النهاردة للطلاب كان في التزام بارتداء الكمامات، وكمان يعني أولياء الأمور اللي حرصوا على يعني توصيل طلابهم في أول يوم، نظرا لأن طبعا المدرسة اللي احنا موجودين فيها هو أول يوم عمل أو أول يوم دراسة داخل المدرسة، ويمكن كل يعني هو عام في تحدي بالنسبة لفيروس كورونا، لكن الإجراءات بتتم على أكمل وجه لإتمام العملية التعليمية وكمان يعني الجزء الخاص بالحفاظ على سلامة الطلاب. ويمكن احنا واحنا بنتكلم دلوقتي احنا طبعا بنشهد يعني بعض الأنشطة اللي بتتم داخل المدرسة، يعني لو انت تشوفي كده ورايا في الملعب اللي موجود يا دينا بعض الأنشطة الرياضية اللي بتتم دلوقتي مع الحفاظ طبعا على كامل الإجراءات الاحترازية. فده شيء كويس ان يعني العام الدراسي الجديد بيبدأ ومنظومة التعليم بتكتمل، الأنشطة بتتم على أكمل وجه مع طبعا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب في جميع المدارس. يمكن دي كانت الجولة اللي احنا كنا موجودين فيها النهاردة معاكم من داخل محافظة القاهرة لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على آخر الإجراءات الاحترازية الخاصة بتأمين الطلاب. بعود ليك مرة أخرى دي.